السلام عليكم ويسعد اوقاتكم من ما تكونون بكل خير وسلامه. وياكم رشا من مطبخ رشا. نبدا بذكر الرحمن والصلاه على محمد وال محمد. فيديو جديد ويوميات صائمه جديده، واكيد بالبدايه نقول لكم صيام مقبول وذنب مغفور يا رب ان شاء الله. بالبدايه اكيد بيوميات صائمه نبدا نسوي فطور، واول ما نبدا بالفطور نشوف من اللي طبق اللي يكون ياخذ وقت اطول بالتجهيز والتحضير مالته حتى نبدا بيه او يحتاج بروده، وبعدين نبدا بالاقل وقت. طبعا اليوم انا حسوي طبق حلو اللي يكون من طبقتين، او يعني تكون هي طبقة داخل طبقة، اللي هو المحلبي بالمحلب القمر الدين. فبما انه هذا ياخذ شوية وقت فابتديت به، واليوم حنسوي اللي هو مدفون سمج. فمدفون السمج ما يحتاج وقت، يعني بسرعة بسرعة. فهنا اول ما ابدي المحلبي سويته بطريقة العادية، اللي هو 3 أكواب حليب و6 ملاعق من السكر العادية، وطبعا اكيد اضيف 4 ملاعق او 5 من النشا. وانا هنا ضفت نكهة، تحبون تضيفون هي تحبون اي نكهة ثانية، انا هنا ضفت الشوكولاتية او نكهة التوفي، كلش طيبة حتى همين تاخذ وياها. فخليتها على النار وبديت اخلطها بشكل مستمر لحد ما صارت عندي ثقيلة. هذه كانت الطبقة الاولى، وحخليها يعني تقريبا فد 10 دقائق هيك لحد ما شوية تبرد، وبعدين ابتدي بالطبقة الثانية او الطبقة اللي تكون داخل المحلبي. هنا عندي هذا القمر الدين العادي اللي نستخدمه احنا ناكله، يعني عادي، مو عصير او فتشي، لا انهما هذا اللي يكون بالنايلون. طبعا اكو من عندنا كات اللي هو اكو بالرمان وبالعنب وبالتمر هند، هواية تكون نكات. الا انتو اي نكهة تعجبكم سووها مثل هالطريقة. أنا جبت القمر الدين خليته ويا مي على النار، وأكيد ضفت له شوية سكر على مشينه شوية تطلع بيه حلا، لأن هو يكون حامض، فما يصير أخلي حامض وحلو هيك يعني بسرعة، يصير الطعم يعني ما متجانس. فأضيف شوية سكر وياها، وطبعا بكاس على جهة أضيف 2 ملعقة حليب و2 ملعقة نشا، وبعدين اخلطهم بشويه مي وانتظرها لحد ما يفك عندنا القمر الدين، لانه انا خليته قطع واحده فبالخلاط ومي حار، العفو الخفاقه، بدا يجهز عندي. ولما جهز خليته على المحلبي وصار طبقتين، وراح اتركهم لحد ما يبردون. انا خليتهم مكان بارد يعني بالمطبخ البارد، فيعيش حياته مثل ما نقول لحد ما يصير وقت الفطور. هسه حنبدي بالطبق الرئيسي. اليوم مثل ما قلت لكم مدفون سمج، لكن اني هنا حبدي وياكم بتنظيف السمج من البداية. هنا بالبداية نظفت السمج بشكل كامل، وبعدين حبدي اصدفه. طبعا هذه الاداة او الالة تكون يدوية كلش حلوة. طبعا هذا صار لها عمر عندي يمكن 14 سنة او هيجي شي، يعني كلش هواية من كنت اداوم كلي هي كانت عندي، فلحد هسه هي كلش مساعدتني انه تشيل يعني الصدف مالت السمك. هنا طبعا بعد ما راح اكملهم ابدي انظفها بشكل حلو وصدفتها، اجهزها حتى ابدي اتبلها واقليها على جهة. طبعا التمن ما ياخذ وقت، يعني انا عندي التمن 25 دقيقة، بالهواية 30 دقيقة ويكون جاهز عندي. هنا نظفت المكان، يعني شلت هذا شكو الزفارة اللي تصير من السمك، وحبدي اغسله وانظفه بسرعه على مشينه ما يصير عندي يعني ريحه تصير زفاره قويه بالبيت او بالمطبخ بالذات. فاني هنا نظفته بشكل كامل وجلفته وعطرته، وبعدين شلت السمك بصينيه حتى ابدي هسه الشغل حيكون فقط بالصينيه. هنا طبعا بعد ما كملت حبدي اجهز تتبيله، كركم، فلفل اسود، بهارات مشكله، نوم وبصرة قليل، وعدكم الثوم الباودر ينطيها طعم كلش طيب بالإضافة إلى الملح. لشوفوا كمية هواية هذه البهارات، وإنما هذه حقسمها على السمج أبهر بيه وأقلي، والباقي أخليه ويا المدفون، لأن المدفون أسوي له أني خلطة خاصة أضيفها ويا التمن. فهنا بعد ما كملت التنظيف أبدي أنظف السمجة من الحراشف، الذيل، هاي السوالف يعني اللي ما تنأكل، فأني أشيلها من البداية حتى تطلع لي بشكل مرتب، وبنفس الوقت من تنقل هي تكون مقرمشة طيبة. هنا طبعا بعد ما شلتهم حبدي أقطعها كل سمكة نصين وأخليهم على جهة. وطبعا مثل ما قلت لكم هذه تتبيلة البهارات اللي سويتها وياكم، أبدي ألوثها بيها يعني من الجهتين، وأبدي أجيب الطاولة الخاصة بالسمك
واضيف زيت شوية، يكون يعني زيت غزير على مشينه ما يمتص زيت السمك، وبنفس الوقت يطلع عندي مقسب ومقرمش. هنا طبعا بديت اقلبيه، وحخليه اني على جهة بين ما ياخذ راحته بالقليل، وابدي اسوي الشوربة والتمن، وكذلك حشوة المدفون السمك اللي دائما انا اسويها وياكم. فصار بما انه صار لي فترة يعني ما سويتها، هالمرة حبيت اعيدها. هنا عندي شوربة بديت فرمة بصل، وهنا اضيف الزيت، واكيد حشوية اذا ملح قليل، وبعدها اضيف مكعب ماجي ينطيها طعم كلش طيب، والعدس اكون غاسلته، اضيف وياها شوية فلفل اسود شوية كركم، واحركها اكيد، واضيف المي لحد ما تاخذ لها فورة فورتين، وبعدين اشيل شوية هذا الوغف اللي يطلع او الرغوة اللي على الوجه، واخر شيء لما تاخذ لها من فورة اضيف الشعرية، واخليها على نار تكون وسط، واكيد املحها، لكن هنا تتاكدون من الملح لان انا ضايفه ماجي بيكون شويه مالح. بالنسبه للتمن، هنا عندي التمن مجرد ضفت هيل وزيت الزيتون وشويه زعفران همين، واكيد التمن انا غاسلته ضايفته. اما بالنسبه الى حشوه المدفون، فهي هنا عندي اخذت من الزيت اللي قليت بيه السمك لان تكون نكهته طيبه يعني، خليتها وياها. هنا ضفت كمية حلوة من البصل، وبعدها هنا أضيف فلفل حار اللي هو مجفف، وبعدها حضيف بهارات نفس البهارات اللي خليتها على جهة، وضفت كمية حلوة من الكشمش، وبعدها الطماطم، وأكيد ما أنسى الملح، وأخليها تكمل استواها، وأبدأ أطبق المكونات. أنا هخليكم نشوف شلون رتبنا الطاولة، وبعدين أرجع لكم. لا تنسون من اللايك حتى تشجعوني أستمر وياكم. ورجعت لكم بعد ما كملنا فطورنا، واكيد سهمكم العافيه وربي يشبع كل جوعان. وطبعا هنا بخرت البيت، وكذلك نظفنا المطبخ لان الزفاره شوي تكون مكروهه. فبهالاثناء وصلتنا هديه حلوه طبعا من بيج عشق جلاري، اللي دائما يدزولي بكل مناسباتهم هديه حلوه. فبما انه شهر رمضان شهر الخير، وهالسوالف اللي تكون توحي الى شهر رمضان مثل مئذنه او جامع، يعني هذه كلها ديكورات كلش حلوه تفيدكم شهر رمضان. كذلك عندهم عبارات اللي هي صيام مقبول، رمضان يجمعنا، رمضان كريم، وهوايه عندهم سوالف كلش حلوه بالبيج مالتهم. اكيد اللي يحب يتواصل وياهم انا حخليكم البيج بصندوق الوصف او باول تعليق، اللي يحب يراسلهم، وعندهم توصيل كل محافظات العراق. اليوم هذا كان الفيديو مالتنا، اتمنى ان شاء الله عجبكم، واتمنى عجبتكم الطاولة الفطور بما بها المدفون السمك وطبق الحلو اللي طلع كلش كلش طيب، وكذلك المقبلات والاشياء اللي وياها. بالاخير اقول لكم انتظروني بيوميات صائمة جديدة، لا تنسون من اللايك، واللي زارني اول مرة تنسون اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي. بالاخير اقول لكم مع السلامة، انتظروني بالفيديو الجاي.